عودة لحضراتكم والفقرة الأهم الحقيقة في برنامج النهاردة لتشريف ضيفي العزيز الناقد الرياضي الكبير أستاذ عصام سالم، مدير تحرير جريدة التحرير الإماراتية لأكثر من 30 سنة، واعتقد أنه قام بعمل منظومة إعلامية هناك ولا أروع. يعني حقيقة ناقدنا الكبير الأستاذ عصام سالم، الحمد لله على السلامة الأول، المشوار الطويل جدا ده والزحمة الكبيرة، وسعيد بوجود حضرتك معايا. ده أنا الأسعد، وبحييك وبحيي كل مشاهدي قناة النهار، ويعني وأحييك على نجاح هذا البرنامج اللي هو الحقيقة أنت عارف إحنا كإعلاميين قد إيه بيشدنا هذه النوعية من البرامج تحديدا، لأنها بتجسد قيمة الرياضة أو قيمة الصحافة أو قيمة الإعلام بشكل عام. أكيد. في رياضتنا على وجه العموم. ربنا يخليك يا أستاذ. الحقيقة عندنا مواضيع كتيرة جدا، والحقيقة عايزين كمان نستنفذ كل الأخبار اللي عند حضرتك الجديدة وكل المواضيع الهامة، وناخد رأي حضرتك في كل المواضيع الموجودة على الساحة الرياضية. خلينا في البداية نروح للمنتخب الأولمبي، وبالتأكيد حضرتك تابعت النهاردة التعادل 1-1 والفوز بنتيجة المباراتين وتخطي عقبة كينيا. لابد أن نهنئ المنتخب الأولمبي بتخطي هذه العقبة، عقبة كينيا. ما كانش عقبة قوي لأن فرق الإمكانيات كان واضح قوي يا كابتن أشرف من المباراة الأولى. مباراة 3-0 في القاهرة أعتقد أن سهلت كتير مهمة منتخب مصر في مباراة الإياب النهاردة اللي انتهت 1-1، وكان المنتخب أيضا متقدم فيها بهدف كهرباء اللي سجل هدفين في المباراة الأولى، سجل اليوم من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب الكيني بركلة جزاء. والنتيجة عموما إلى حد كبير يعني مقنعة بالنسبة لنا كمصريين، وخاصة أنها تؤهلنا إلى المرحلة التالية وهي المرحلة النهائية المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية. هتلعب مع فريق من اثنين، يا إما الكونغو يا إما بروندي، في الفائز منهم هتلعب معاه برضو ذهاب وإياب، وإن شاء الله تكسب توصل لدورة الألعاب الإفريقية. شايف التدرج في المباريات ده في البداية مفيد لمنتخبنا، خاصة أن أعتقد ما عندناش لاعبين كتير احتكوا أفريقيا قبل كده في المنتخب الأولمبي. بالظبط، بس هو البداية مبشرة كابتن أشرف. وبعدين اللي بيميز هذا المنتخب الاستقرار الفني، وجود شخصية مهمة قوي على رأس هذا الجهاز والكابتن حسام البدري، شيء طبعا جميل. المباريات التجريبية كلها باستثناء الخسارة من غانا أعتقد كانت يعني ادت مؤشر جيد على حالة هذا المنتخب اللي احنا دلوقتي كلنا بنراهن عليه بعد ان خسرت كل المنتخبات المصرية الاخرى وخرجت مبكرا بما فيها المنتخب الاول. ولكن الان ليس امامنا الا ان نتفائل بهذا المنتخب ان شاء الله ليصل بنا الى دورة الالعاب الافريقية وايضا الى اولمبياد ريو 2016 ان شاء الله. طيب قبل ما اختم حياك سريعا، منتخب اولمبي حياك شايف انه ممكن منتخب اولمبي يساهم بشكل كبير جدا عدد كبير من اللاعبين في المنتخب القومي، لانه اعتقد انه هيكتور كوبر بيعتمد بشكل كبير على متوسط اعمار صغير، بالتاكيد ولاعبين احتكوا افريقيا قبل كده، وبالتالي ما عندناش لاعبين كتير حتى على مستوى المنتخب القومي احتكوا افريقيا قبل كده. يعني كنا بنعاني الفترات اللي فاتت من انه ما عندناش الخبرات الكبيره الموجوده بالزبط. دلوقتي بعد اعتزال الكبار، فهل حضرتك شايف انه ممكن يعني يستخدم مجموعه من سؤالك يا كابتن اشرف في محله، لان احنا في مرحله تجديد واحلال اكيد، او احلال وتجديد، خاصه ان في جهاز فني جديد بالتاكيد هيكون هو هينزل متوسط اعمار اللاعبين ده كلام منطقي. اضافه الى ان فعلا المجموعه اللي اشتركت مع كابتن شوقي معظمها لم تكن لديه نفس الخبره الافريقيه الكبيره اللي كانت عند وائل جمعه، وكانت عند سيد معوض، وكانت عند ابو تريكا وبركات، وكل هذا العدد من النجوم الكبار وعصام الحضر طبعا. اللي اعتقد ان هو هيطعم بعدد كبير هيكتور كوبر في المرحله المقبله بعدد من هؤلاء اللاعبين المتميزين، لان المنتخب ده بالتاكيد يا كابتن اشرف اولا في مجموعه من اللاعبين اللي يجب ان نراهن عليهم، لان في الاخر تعرف انت بتتخطى هذه العقبه بدون اللاعبين المحترفين في الخارج، دي حقيقة. لانك انت بتلعب برضو بعيدا عن الايام الفيفا، فهو الفرق متمسكه بهم في هذه المرحله. فتخيل انت هذه المجموعه اللي قدرت تتخطى هذه العقبه لما ينضم اليها لاعبين الدوليين الكبار اللي موجودين في اوروبا، اعتقد ان ده هيشكلوا منتخب اقوى بكتير حتى كتير من اللي بنشوفه، وهيدونا فعلا انت عارف زخم كبير للمنتخب الاول ان شاء الله في المرحله المقبله، ويكونوا افضل دعم لانه رافد مهم جدا المنتخب الاولمبي والمحطه قبل الاخيره دائما للمنتخب الاول. ان شاء الله متفائلين خير ان يبقى فيه توليفه جميله من اللاعبين لاعب الخبره والشباب في المرحله المقبله تمثل المنتخب الاول. يعني بتمنى ده الحقيقه، لانه انا شايفهم الحقيقه يعني بذره امل لمنتخبنا القومي الفتره اللي جايه. طب هروح مع حضرتك لملف المدير الفني لمنتخب مصر، وكلام كتير جدا الحقيقه استاذ عصام الفتره اللي فاتت عن المدير الفني، هل هو وطني هل هو اجنبي، ولكن الحقيقه كان كل ما يشغلني في البرنامج هنا هو تاخير اتحاد الكره في اتخاذ القرار، لانه كان عنده فتره مميزه جدا جدا يمكن 7-8 شهور يقدر يشتغل فيهم، يقدر يتفرج ويتابع الدور الاول من الدوري المصري، وبالتالي
اتحاد الكره بالفعل هي النقطه الاساسيه في كلامنا، انه اخر بشكل كبير في اتخاذ القرار. ولكن حضرتك شايف اتخاذ الخطوه مع هيكتور كوبر وكلام كتير انه لا يستحق انه يكون مدير فني منتخب مصر على الاقل في هذه المرحله؟ هو طبعا انت محق في مساله التاخير او انتقاد اتحاد كره القدم في مرحله في مساله التاخير، ولكن يعني يجب ان نلتمس له العذر انه انتظر بطوله الامم الافريقيه تحديدا، كان يمني نفسه بان يتعاقد مع احد المدربين الكبار في هذه البطوله، بدليل انه تفاوض مع رينر الفرنسي مدرب منتخب كوت ديفوار، فكر في الان جريس المدرب ايضا. ولكن الحقيقه كلها مفاوضات وهميه يعني، للاسف اكتشفنا في النهايه انها مفاوضات وهميه، لان مفيش بالفعل بدليل ان احنا ما خدناش حاجه من بطوله افريقيا يعني في النهايه خدنا مدرب من الدوري الاسباني بعيدا خالص. وبعدين بيفتقد حته مهمه قوي الاتحاد الكوره كان حريص دائما انه يرددها، بان المدرب الجديد احد مواصفاته ان يكون ملم بالكره الافريقيه. هيكتور كوبر اخر من له علاقه بالكره الافريقيه، يعني الراجل طول عمره في اسبانيا، له تجربه وحيده في الكره العربيه كانت مع نادي الوصل الاماراتي، تولى المهمه يا كابتن اشرف في نوفمبر 2012 وانتهت المهمه في مارس 2013، يعني كلها 5 شهور لم تكتمل المهمه حتى نهايتها. ولكن اوروبيا سيصم له سيره ذاتيه محترمه الحقيقه، لكن دائما كانت بتعرف على الأندية. انت راجل لعيب وكنت مشكلته كان دائما بيفتقد اللمسه الاخيره، بمعنى ان هو فعلا في الاخر بيوصل للنهائيات دون ان يجني او الحصاد في نهايه المطاف. يمكن يكون ان شاء الله حظه معانا، وعشان كده قالوا ان هم العبقري المنحوس، انت عارف سموه بذلك، لكن ان شاء الله الفراعنه يفكوا هذا النحس ان شاء الله ونقدم وجه جديد لمنتخب مصر مع هيكتور كوبر ان شاء الله في المرحله المقبله. نتمنى ده. طب خلينا ناخد الاستاذ مجدي المتنوي عضو مجلس اداره اتحاد كرة ونتعرف منه على اخر تفاصيل الدوري، لانه كان مفترض في اجتماع لجنه ثلاثيه مع وزاره الداخليه، والحقيقه ده مهم جدا دلوقتي لعمل كمان حتى المدير الفني القادم لمنتخب مصر. استاذ مجدي مساء الخير. تحيه لحضرتك والصديق العزيز الاستاذ عصام سالم. عصام بيه حضرتك. مساء الخير يا سياده المستشار. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ مجدي، الله يكرمك. ربنا يخليك. استاذ مجدي الحقيقه يعني الجميع قلقان جدا من قرار عوده الدوري بعد تغيير طبعا السيد اللواء محمد ابراهيم، ووجود طبعا السيد اللواء مجدي عبد الغفار كوزير للداخليه في الفتره القادمه، والكوادر الموجوده او المسؤولين تحت وزير الداخليه وما تم الاتفاق معهم من قبل، هل سيتم تغيير الاتفاق ده في الفتره القادمه ولا لسه ما تمش الاتصال بيهم؟ لا هو طبعا حضرتك احنا عشان نكون واضحين وعصام بيعرف ان احنا نتعامل مع دوله مؤسسات، تمام، حتى مع تغيير الافراد انما بيفضل القرار ده قرار وزاره الداخليه وليس قرار شخصي لاي حد، يعني قرار وزاره الداخليه. فانا اعتقد ان وزاره الداخليه من الجهات او الهيئات المحترمه اللي هي بتحافظ على قرارها، وده قرار صدر من في اجتماع مجلس وزراء صدر بعد عرض السيد وزير الداخليه على الامر. فاعتقد ان الامور ماشيه في طريقها باذن الله لعوده الدوري عادي جدا، مفيش اي جديد في نحو عدم استكمال الدوري، بل بالعكس يمكن احنا بعتنا امبارح كل الملاعب اللي هتلعب عليها الماتشات ابتداء من الدرجه الرابعه للقسم الثالث للقسم الثاني ومع الممتاز برضو واحتياطاته مع الممتاز، كل الامور دي اتبعتت لوزاره الداخليه لبيان اذا كان هناك اعتراض على بعض الملاعب من عدمه. ولكن تم تاجيل الاجتماع غدا استاذ مجدي ولا؟ والله هو الاجتماع المنوط به الاستاذ جمال علام والعميد ثروت سويلم، فانا ما عنديش فكره بصراحه الاجتماع اليوم او بكره. لا هو الاجتماع كان مفترض غدا ومعلوماتنا بتقول انه اتاجل، مش عارفين بقى حقيقه التاجيل بسبب. لا ما عنديش برضه فكره والله، الملف ده يمكن منوط به الاستاذ جمال علام والعميد ثروت سويلم، فهم المتابعين هذا الامر، واعتقد ان هم ماشيين في طريقهم باذن الله والدوري في معاني يعني. سيادة المستشار انا طبعا بتفق معاك ان هو اللي بيطمننا ان احنا فعلا بنتعامل مع دولة مؤسسات، وان القرار لا يرتبط بشخص بقدر ما يرتبط بمؤسسة، والاهم من ذلك ان مش قضية وزارة الداخلية، هي مجلس الوزراء اللي خد هذا القرار. معنى ذلك ان الدولة باعلى سلطة فيها ملتزمة بعودة الدوري، ولكن اتصور مع القيادة الجديدة للداخلية انا بحس كده ان فيه اشارات بان ممكن الدوري يتأخر شوية، مش لازم 22 مارس، لان النهارده اما الوزير يعلن الطوارئ في كل اجهزة الداخلية عشان المؤتمر الاقتصادي اعتقد انه يمثل له اولوية دلوقتي، يعني اكتر كتير من الدوري او اي حاجة اخرى. اكيد بعد المؤتمر الاقتصادي يا فندم، انا متفق معاك عصام بيه، اكيد بعد المؤتمر الاقتصادي بالتأكيد. بالتأكيد بعد المؤتمر الاقتصادي، ان كل مصر دلوقتي وكل تركيزنا طبعا المؤتمر الاقتصادي، ان ربنا يكرم
او يقلل بالنجاح المجهودات اللي بتتم في المؤتمر الاقتصادي، لانها تعم على مصر كلها مش على القطاع ان شاء الله. اللي طبعا كلنا عارفين يا سياده المستشار انك كنت المفوض من اتحاد كره القدم بالتفاوض مع رينر الفرنسي مدرب كوت ديفوار. دلوقتي وكنا دائما متابعين ان هدف اتحاد كره القدم ان يتعاقد مع مدرب لديه خبره كبيره بالكره الافريقيه. هل تعتقد ان هذه الصفه تتوفر مع المدرب الارجنتيني الجديد هيكتور كوبر؟ صبي احنا اما اتحطت المعايير اتقال المعايير ان هو يكون حاصل على بطوله سواء قاريه افريقيه او دوليه او قاريه لازم يكون مدرب من اصحاب البطولات يعني. يمكن احنا ما استعرضنا المتاح اللي هم ليهم خبره او اللي اشتغلوا بالكره الافريقيه في بطوله امم افريقيا واللي حققوا نجاحات قابلتنا بعض الصعوبات. يمكن كان في اتصال مع رينارد وتفاوض كتير من اول البطوله حتى نهايتها، حتى بعد البطوله لما راح كوت ديفوار اتصل معاه شخصيا، يمكن قال الكلام ده في احدى المجلات الفرنسيه، لكن في الاخر لحظه حتى غلف طلباته الماديه واحنا وافقنا عليها. لكن برضه في اخر لحظه استقبال رئيس الجمهوريه في كوت ديفوار لي خلاه عدل عن القرار ويكمل مع كوت ديفوار. بدانا ناخدوا الخطوات مع ليكنز مدرب منتخب تونس البلجيكي، وخدنا خطوات كبيره معاه في الفوضات واتفقنا على كل الامور الماديه، لكن حبينا طبعا نستاذن الجانب التونسي عشان ما نعملش ازمه علاقات، ويتقال ان مصر خطفت المدرب وسدد الشرط الجزائي عشان يروح مصر حاجه زي. فيمكن اتكلمنا استاذ الحاج محمود الشامي، اتكلم مع الاستاذ وديع الجريد وقالوا لا احنا عايزين الراجل ومكملين معانا. فانسحبنا بهدوء وقلنا الراجل لا اتحادك مكمل معاك ومستمر وكمل، احنا ما عندناش استعداد نعمل ازمه في بيننا علاقات، وانت عارف العلاقات الطيبه بيننا وبين الشعب التونسي اكيد والكره التونسيه اكيد. السؤال بس اخير يا سياده المستشار، اللي طبعا انا اشعر كالامي انكم برضو فضلتوا الخيار الاجنبي حتى تريحوا وتستريحوا بعد ان عرض المدربين المصريين كلهم. انا حسيت ان يعني لاول مره في تاريخنا كل المدربين بيعرضوا نفسهم لتدريب منتخب مصر. ارادوا ان تريحوا ترتاحوا من هذا الصداع فاخترتم الاجنبي لتقفلوا هذا الملف تماما. تمام انا مع حضرتك، انا في الراي ده مع حضرتك، ولان احنا مشكلتنا في مصر ان المدرب اللي ما بيجيش كله مدرب يبقى ليه مجموعه من محترم السادة الاعلاميين والصحفيين بالظبط، فبنبدا بالزبط. بنبدا نركز ازاي نوقع او نقطع المدرب المصري دوت ونطلع العيوب ونطلع الحاجات دي كلها، فبيبقى بقدر التركيز ما يعني ما بيلاقيش دعمه. يعني يمكن الكلام ده قايلني فيه الكابتن علي نبيل برضه في احدى البرامج التلفزيونيه، المدرب المصري ما بيلاقيش دعم من المدربين المصريين. فبالتالي احنا برضو قلنا المرحله الحاليه وعشان ما نعرضش اي مدرب مصري اللي برضه له ضغوط ويتعرض لضغوط اعلاميه ولضغوط من المدربين ولضغوط من هنا، يبقى مدرب اجنبي كان الاختيار الاجنبي. اختار الاجنبي من افضل السير الذاتيه اللي اتعرضت علينا هي سيره ذاتيه مستر كوبر، وربنا يوفقنا. سؤالي الاخير استاذ مجدي، هيكتور كوبر ان شاء الله المفترض يصل بكره ان شاء الله. لا دكتور كوبر لسه حتى تنازل ما اخترناش بميعاد وصوله. يمكن انا منتظر تليفون مساء اليوم او بكره يقول لي بالظبط هيحدد الميعاد. هل في مشكله في مقدم التعاقد ال 130 الف دولار؟ لا 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 شك من يعني بعض المواقع بتقول ان في ازمه ومشكله اتحاد الكوره. هو موقع معين ما تاخدش منه اخبار اشرب بيه كابتن اشرف. الكلام ده غير صحيح بالمره. اتحاد الكوره اسمح لي انا بسؤال اخير يعني طبعا. مش بس الاستاذ اشرف سؤال اخير اسمح لي يا استاذ المستشار بسؤال اخير. انا معاك يا فندم لغايه حضرتك ما تقول لي خلاص انا مش عايز حاجه ثانيه. انا كاعلامي ايه تفسيرك لتخصص موقع معين في استهداف المستشار مجدي المتناوي وانتقاده دائما وتوجيه الانتقادات التي لا تتوقف له يمكن كل يوم؟ اصلي حضرتك اما موقع معين يتعرض لذمه شخص او يتعرض لسيرته او يتعرض لحاجاته الشخصيه مش من حقه انه يلجا للمحكمه او يلجا للنيابه يتقدم ببلاغه ويتحقق في هذا الامر. انا معلوماتي مش بلاغ واحد، عده بلاغات يا سياده المستشار. وصلوا سبعه يا فندم، وصلوا سبعه وغالبا بس انا مشغول شويه وقت في موضوع مستر كوبر هيبقوا تسعه، في اثنين تاني هيبقوا تسعه يعني انا بس يعني بيزيدوا كل يوم كله بيزيد. انت اكيد حضرتك لاحظت اما بتقرا الاخبار اكيد يمكن بحسك برضو لا في حاجه، انت كل يوم زي انت بتقول يا فندم كل يوم ما وراكش غير مجد المتناوي ايش فيش مشكله. انت عملت كده وللاسف عصام بيه ان الولاد بيتباهوا يقول لك احنا واخدين التعليمات دي من رئيس الموقع نفسه اكبر راس الموقع. لا احنا لازم نشتمك عشان تتنازل.
عمال الحياه استاذ مجدي، يعني انا بتمنى الفتره اللي جايه ان الجميع يتفق وما يبقاش في خلافات الفتره اللي جايه، لانه الجميع يعمل لمصلحه مصر مش لمصلحه المنظومه الرياضيه فقط. بشكرك استاذ مجدي، بشكر حياتك جدا، بشكرك. يعني كلام مهم اكيد للاستاذ مجدي متنبي، واعتقد ان اسرار حياتك طلعت حاجات كتيره من داخله. نعم. خلينا نروح لحاجة حابب تعقب دلوقتي، ولا نروح لليوم السابع مع النقد الرياضي الاستاذ عمر ايوب، نتعرف منه على صحافه بكره واطلال على صحافه بكره، ونرجع نعقب مع نقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام سالم مع شادي المأمور من اليوم السابع مع النقد الرياضي الاستاذ عمر الايوبي. مساء الخير يا شادي. تقريبا لسه ما جهزش. طيب خلينا نروح لكلام الاستاذ مجدي المتنبي، واعتقد انه كلام مهم هو بس كلام مهم، لكن في حاجه لابد ان نتوقف عندها يا استاذ اشرف. ان هو احنا عاملين بنحط احنا العرب امام الحصان وليس الحصان امام العرب. ليه؟ كل هذه الجوله من المفاوضات اللي حصلت مع محامي هكتور كوبر خلال اليومين الاخيرين، مره يوم قعدوا معاه 6 ساعات، ويوم قعدوا معاه 5 ساعات. كان الاخ ايهاب ليطه كان متولي هذا الملف. المفروض احنا كنا نخلص ده قبل ما نقول مين المدرب الجديد للمنتخب، تخلص كل هذه التفاصيل، لان انا دلوقتي انا مش ضامن، انا كاعلام ممكن جدا هذه التفاصيل تروح لكوبر رغم ان المحامي بتاعه يمكن يوافق عليها، لكن يبقى في النهايه موافقه المدرب بنفسه. أكيد. ممكن يروح يلاقي هذا الكلام فيه ملاحظات او يجي له عروض اخرى، خاصه يعني ما اعلنوا فعلا زي ما حضرتك بتقول قبلها بثلاثة. خلاص انت قلت كوبر مدرب المنتخب، يبقى معناها المفروض انا انتهيت من كل هذه المراحل. مش قضيه ان انا بعملها، بالعكس ان انا اقعد تاني بعد ما قلت اشرف ممدوح، لا ده انا في النهايه بعمل دخل في مفاوضات معاه. طب ما خلاص انا اعتمدت واعلنت في مؤتمر صحفي والدنيا كلها عرفت ان كوبا كبيره عندنا جدا اصلا الحياه في كل المنظومه، يعني فهي دي هي دي اللي كنت اتمنى فعلا. هو طبعا شوف لما طرحوا اكتر من اسم، انا شخصيا كنت اتمنى رينارد هو اللي يكون مدرب المنتخب. اولا له تجربه سابقه زي ما انت عارف ان كان لما كسب بطوله الكونفدراليه اللي كان البطل كينيا، وبعد كده كسب مع كوت ديفوار، وكسب مع زامبيا بطوله امم افريقيا 2012. لا انجازات، انت عارف هيجي لك مدرب يعني انت عارف مليان انجازات. دي حقيقة. ده اولا كان هيدي انطباع للراي العام غير عادي. انت جايب واحد طب يعني انت عارف يمكن احسن مدرب في افريقيا دلوقتي. انا كنت شخصيا حته المدربين المصريين دي، انا فعلا انا شايف بعد تجربه الكابتن شوقي غريب اللي انتقصت من رصيده الكبير، اعتقد ان كنا لازم نتحول شويه خارج هذه المنظومه، وخاصه ان فعلا هذه الحلقه المصريه اللي احنا تابعناها والكل متكالب على تدريب المنتخب جعلتنا نستعيد ظاهره بتاعت استاذنا الكبير الله يرحمه احمد رجب عبده مشتاق. اللي جسدنا مصطفى، هم يبقى عندهم الفرصه وده بس معلش انا اقول انا عايز اشرف ممدوح. مش اشرف ممدوح يقول لي انت ما بتاخدنيش ليه؟ ما اصل تفرق كتير. انا هنا بتقلل منهم، حضرتك شايف انها بتقلل مش عايزه كلام. انا في الاخر كان مهم قوي، انا ليه احنا بنقول دلوقتي مثلا اسامه نبيه احنا كنا سعداء ان المجلس بالكامل اجماع على انه المدرب العام للمنتخب. هنا القيمه، لكن لو انت تخيل انت لو قلت لو انت سمعت ان اسامه نبيه عرض نفسه قلت كتير، وهي دايما الفرص بتتقاس بالشكل ده. نتمنى عموما ان كوبر يكون هو رجل المرحله، نتمنى عموما ان يعيد هيبه الكره المصريه مره اخرى، لان احنا نتمنى ده. فقدنا كتير اسم منتخب مصر قل كتير بعد ما كان. تخيل انت قدرك الغريب 3 بطولات بتاخدها، وده انجاز تاريخي على مستوى كل القارات مش بس افريقيا بس، وبعدها تفشل في الوصول الى النهائيات 3 مرات. طب خلينا نروح لشادي المأمور. شادي المأمور وناقدنا الرياضي الاستاذ عمر الايوبي. مساء الخير يا شادي، وسلامي للاستاذ عمر الايوبي. مساء الخير يا شيكو. من داخل جريدة اليوم السابع معانا الأستاذ عمر الأيوبي رئيس القسم الرياضي بجريدة اليوم السابع والناقد الرياضي الكبير. أستاذ عمر برحب بيك معانا عشان قناة النهار رياضة، وشيكو بيبعت لك السلام. أهلا وسهلا طبعا بقناة النهار رياضة طبعا، وبيك يا شادي طبعا، وتحية طبعا أشرف من ضيوف النجم المصري الكبير وأستاذنا أستاذ عصام سالم. عايز اتكلم عن اخبار بكره، انا شايف اخبار كتير معاك النهارده. لا قبل ما اقول اخبار بكره كنا عايزين نتكلم بس برضه ونرد على كنا شايفين مداخله كويسه جدا من الاستاذ مجدي المتناوي المحامي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، كان بيتكلم فيه بيخص تحديدا موقعنا اليوم السابع، بيقول ان احنا بنتعمد نسير اخبار ضده. احنا طبعا دايما ما بنسيرش اخبار ضد اي حد بغض النظر هو او غيره، احنا دايما روح التعاون والاحترام هي المتبادله مع كل المصادر، لكن هو استاذ مجدي المتناوي المشكله ان هو عنده مشاكل في التعامل مع الصحفيين، دايما بيتعامل مع الموضوع ان هو بيستغل ان هو مثلا عنده مكتب محاماه ممكن كل شويه يرفع قضايا على الناس. احنا دايما ما عندناش مشكله خالص في الموضوع ده، احنا دايما بنحارب وهنستمر في حربنا ان احنا بنكشف كل الاخبار وكل الكواليس وكل الاسرار.
احنا قلنا عليه اخبار كتير جدا هو او غيره بنقولها يعني دايما الموضوع متعاون بدليل ان هو يعني هو عضو مجلس اداره وكل الزملاء موجودين وغير الحقيقه اللي هو بيقولها ان هو ان احنا بيقول حد رئيس موقع او مش رئيس موقع او او, أو عندنا لا احنا ما عندناش الموضوع ده عندنا قسم بيدير منظومه عصام شلتوت ومجموعه موجودين بنسير الموضوع كل الاخبار بشفافيه بدون اي عناد حتى لو شفت برضه هتلاقي لي اخبار ثانيه يا استاذ مجدي المتناوي اخبار ثانيه عن المنتخبات حاجات دي لكن احنا مهمتنا ان احنا نكشف الملاحظات احنا كشفنا بعض الملاحظات اثناء توليه رئاسه بعثه المنتخب الصالات في تايلاند مشاكل المنتخب 98 اللي هو كان من اسبابه هو مشرف على المنتخب منها زي ما بنقول برضه سلبيات كتير جدا في اتحاد الكره بس الفرق ان هو هناك ناس بتعرف تتعامل مع الاعلام بشكل واضح العمل العام واعتقد استاذ عصام سالم هيتفق معايا العمل العام بيطلب منك تتقبل ان احنا زي ما بنشيد بيك زي ما احنا برضو بنقول في نقد نقوله عليك هو طبعا هو مشكلته ان هو راجل قليل الخبره في العمل العام ده شيء طبيعي جدا ان هو هيواجه مشاكل كتير جدا احنا مهمتنا بننقد بشكل محترم جدا لازم في تجاوز بعيدا عن الارهاب والتهديد القضايا اللي هو بيقول عليها شايف ان هو لا يصلح ان يدير اتحاد الكره المصري كعضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري بص مش انا اللي بقيم مش انا اللي بقيم انا بقيم الامور بمواقف هو بعض المواقف لم ينجح فيها اعتقد هيبقى فاشل فيها ماشي يبقى طبيعي لازم يتحاسب عليه موضوع القضايا ما شاء الله ده موضوع احنا دايما طول ما احنا عندنا مصداقيه ونتحدث في الامور باوراق وبحياديه كامله ما بنخافش بقى من استاذ مجدي المتناوي او مجدي المتناوي احنا دايما هدفنا الخبر وهدفنا خدمه القارئ بشكل محترم تمام نتكلم بقى على اخبار بكره ان شاء الله في الجريده باذن الله احنا باذن الله بكره باذن الله في اليوم السابع عندنا اخبار كتير جدا طبعا منها في النادي الاهلي طبعا يعني عندنا الاهلي والزمالك عندهم بطولات افريقيه الفتره الجايه دي في ظل التوقف النادي الاهلي احنا عندنا طبعا عنده هيلاعب فريق بطل رواندا ماشي الاهلي احنا عاملين موضوع بنقول ان الاهلي عنده مشاكل في بعض اللاعبين ما بيلعبوش زي شريف عبد الفضيل لؤي وائل اكتر من لاعب احنا وفقا لمعلومات زمايلنا في بيغطوا النادي الاهلي بياكدوا ان هو هيكون في جلسه بعد نهايه مباراه بطل رواندا الفتره الجايه دي هيتم فيها حسم الامور لبعض اللاعبين ونوع له احنا واخدينها عنوان كده الاهلي هيحسم ملف لؤي المصاريف بعد رحله رواندا اللي هم هيتم تحديد الاسماء اللي هي ممكن ما تكملش فريق بالاضافه الى اللاعبين اللي هو بيحددهم من الكواليس زميلنا عاطف وفتحي شافي بيؤكد ان هو الاهلي جريده طلب 4 لاعبين جدد عشان يدعم قائمه النادي الاهلي خلال انتقالات القيد الثانيه في القائمه الافريقيه اعتقد يعني بالنسبه لنادي الزمالك عندنا كان طبعا اهم الاخبار منها اللي هو قرار اللي صدر في منتصف الليل امبارح اللي هو المباراه تقام مباراه الزمالك مع بطل رواندا اللي هتقام كان كل الكلام بيشير الى السويس لكن تم حسم الامر ان هو يتلعب في الجونه وتم تاجيل المباراه 48 ساعه هتقام يوم الاحد المقبل باذن الله في الجونه معها الاضافه للزمالك حكم قرارات المحكمه القضاء الاداري النهارده كان في قرارات مهمه جدا رفض دعوه من الاستاذ ممدوح عباس اللي هو رئيس نادي الزمالك السابق كان بيطالب فيها ان هو يعود تاني والغاء قرار الحل كان صدره كابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه السابق القرار كل ده اترفض وبنفس الوقت ان هو كسب حاجه واحده بس بند واحد تم رفض قبول طالبه اللي هو الغاء قرار مجلس الاداره بشطب عضويته كده هتستمر عضويته في نفس الوقت كان هو بيطالب بالغاء الجمعيه العموميه اللي تقام 18 19 مارس تم رفضها برضو كده هتقام في موعدها ده بالنسبه لنا بالنسبه لاتحاد الكوره برضو هتلاقي برضو عندنا بنتكلم في جزء مهم جدا ان هو العنوان الرئيسي الاستاذ مجدي المتناوي عنوان المجد المتناوي يورث الجبليه في مخالفه قانونيه في عقد الارجنتيني كوبر احنا عندنا وفقا لمعلومات مؤكده من مصادر واعضاء مجلس الاداره تحديدا في اتحاد الكره بياكدوا ان هو من ضمن الكواليس ومناقشه العقود عموما كان فيها ان هو بيتم اضافه بند ان اتحاد الكره هيتحمل الضرائب ده يعتبر مخالفه من ضمن المخالفات. اشكرك استاذ عمر شكرا ليك يا شيكو وعوده ليك مره اخرى. بشكرك زميلي شادي المأمور وبشكر طبعا النقد الرياضي الاستاذ عمر الايوبي وكلام مهم جدا الحقيقه الاستاذ عمر بيه ورد كمان على الاستاذ مجدي المتناوي واعتقد انه رد قاطع بمستندات باوراق خلينا نروح لفاصل ونرجع بالتاكيد نعقب مع نقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام سالم.